اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس الثانويه التجاريه في حلقه جديده وبرنامجنا في بيتنا مدرسه. النهارده ان شاء الله احنا مع مراجعه ماده المحاسبه الماليه، وطبعا كل عام وانتم بخير، الامتحانات على الابواب خلاص، فاحنا ان شاء الله احنا انتهينا من منهج المحاسبه الماليه، وزي ما وعدنا اعزائنا الطلاب ان احنا ان شاء الله هيبقى عندنا مجموعه من الحلقات ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نراجع على المحاسبه الماليه. والنهارده ان شاء الله بدايه كده للي لسه بيتابعنا، احنا بنتكلم في ماده المحاسبه الماليه، ولما نيجي نقول منهج المحاسبه الماليه اللي احنا ان شاء الله هنفرد له مجموعه من الحلقات للمراجعه، عندنا مجموعه من الموضوعات، ولو كلمنا في موضوعات المنهج فاحنا عندنا المحاسبه عن راس المال المملوك او الاسهم، ثم المحاسبه عن راس المال المقترض او قرض السندات، وعندنا طبعا مشروع توزيع الارباح في الشركات المساهمه. لو هنتكلم بالترتيب يبقى محاسبه عن راس المال المملوك او الاسهم، والمحاسبه عن مشروع توزيع الارباح والخسائر، ثم المحاسبه عن راس المال المقترض، واخيرا المحاسبه في شركات قطاع الاعمال العام او الشركات القابضه والتابعه. طيب لما نيجي نتكلم ونقول ان احنا بنقسم مراجعتنا كده على مجموعه من الحلقات، فتعالى نبدا ان شاء الله كده باذن الله نبدا بجزء جزء، ولما نيجي نراجع فاحنا بنقول ان احنا لازم نقول كل الاساسيات المطلوبه في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ومعانا مجموعه من التمارين، واعزائنا الطلاب اللي تابعونا قبل كده هنلاقي الكلام ده احنا تابعناه بنفس الشغل ونفس التمارين وشغلنا في خلال الحلقات السابقه في بيتنا مدرسه. والنهارده ان شاء الله احنا بنجمع هذه المجموعه من التمارين او الافكار اللي احنا اتكلمنا فيها وشرحناها وتعرضنا لها بالشرح، وهنتكلم فيها بالتفصيل. والنهارده ان شاء الله هنبدا مع المحاسبه عن راس المال المملوك، وبعد كده ان شاء الله نخش في السندات، ثم القطاع العام، وهنخلي اخيرا مشروع توزيع الارباح والخسائر. يعني دلوقتي معانا المحاسبه عن راس المال المملوك او الاسهم. طب لما نيجي نتكلم ونقول ايه فكره الاسهم، وبرضو احنا عايزين نفترض ان في حد لسه بيتابعنا لاول مره، او حد طبعا هو مفيش حد لحد دلوقتي قاعد والامتحانات خلاص باذن الله على الابواب، وبالتالي احنا لحد دلوقتي هو لسه ما مش عارف ايه الماده، ولكن احنا عشان خاطر ناخد اكبر كم ممكن من الاستفاده فهنضطر ان احنا هنعتبر نفسنا كاننا بنلتقي لاول مره في هذه الجزئيه، مع ان احنا مجمعين كل التمارين او كل الافكار بتاعه الاسهم اللي احنا تعرضنا لها خلال العام الدراسي. بمعنى لما اجي اقول لحضرتك واحد بيسالني دلوقتي ايه المحاسبه عن راس المال المملوك او ايه شركات المساهمه دي اصلا، يعني انت بتتكلم في محاسبه شركات المساهمه، قلت لحضرتك مرارا وتكرارا ان شركات المساهمه دي شركه راس مالها عباره عن اسهم. طب ايه الفكره سريعا كده؟ بقول لحضرتك في مجموعه من المؤسسين اصحاب الفكره، هؤلاء المؤسسين بيقولوا احنا معانا فكره معينه وعايزين هنعمل شركه مساهمه، فبالتالي بيبقى يظهر لي مجموعه من المسميات زي ما قلت قبل كده، وهو راس المال المرخص به. طيب الكونتراكت او العقد بتاع الشركه مكتوب فيه ان هو مترخص ب 20 مليون جنيه 30 مليون جنيه وات ايفر، يبقى كده احنا عندنا راس مال مرخص به معروف ومثبت في عقد الشركه. هؤلاء المؤسسون لما نيجي نقول لهم هتشتغلوا بال 20 مليون اللي هو المرخص به في عقد الشركه، يقول لي طب احنا مش هنشتغل غير ب 18، يعني راس المال المصدر خلاص 18. طبعا هنا في واحد هيسالني سؤال، هو ينفع انا يترخص لي ب 20 واشتغل ب 21؟ لا طبعا، ولكن وزي ما قلت في حلقاتنا السابقه ان لما يكون حضرتك معاك تصريح من الحي بتاعك او المدينه بتاعتك ان انت تعمل برج سكني 20 دور، فما ينفعش حضرتك تبني ال 21 او ال 22 والا هتبقى مخالف، ولكن محدش هيقول لك حاجه لو انت بنيت 15 16 اقل من 20، فيبقى راس المال المصدر هو اقل من راس المال المرخص به. كده انا اصدرت هذا المبلغ او راس المال المصدر، وطبعا يجي بعد كده في زياده راس المال زي ما هنشوف. ولما نيجي نتكلم بعد كده المؤسسين دول معاهم فلوس، هيبدا يطرح او يحط اسهم في البنك، او هنطرح اسهم للاكتتاب العام للجمهور، لو انا هبدا اساهم بجزء والجمهور هيساهم بجزء، وبالتالي يبقى عندي مساهمين اللي هم جمهور والمؤسسين، وبعض اساتذتنا بيسمي الاثنين على بعض كده مساهمين او الستوك هولدرز او حملة الاسهم. وبالتالي لما نيجي نتكلم يبقى الشركه بتتكون، تعال نشوف الاجراءات المحاسبيه بتاع الكلام ده، ويا ترى السهم ده بيتم اصداره ازاي، وعشان تبقى
معايا من بداية الحلقة. موضوعاتنا هتتسلسل في على الوجه التالي، هنتكلم في كيفية إصدار الأسهم وسدادها إما دفعة واحدة أو على أقساط، وكل كلمة بقولها لحضرتك لازم تبقى عارف إن هيكون فيها تمرين بالأرقام، لأن المحاسبة هي لغة الأرقام مش كلام. إحنا بنترجم الترانزاكشنز اللي بتحصل أو أي حاجة بتحصل بنحطها في شكل قيود محاسبية أو قيود يومية أو اللغة اللي هي وفقا للدبل انتر سيستم أو نظرية القيد المزدوج. فبحضرتك دلوقتي يبقى أنا معايا إصدار الأسهم إما سداد قيمة السهم دفعة واحدة أو على أقساط، ثم بعد ذلك نبدأ بقى نحط الايه الفهرس بتاعنا، موضوعاتنا هتمشي ازاي في الاسهم، ايه المشاكل المحاسبيه المترتبه على اصدار الاسهم. واحد هنتكلم فيه الزياده عن راس المال المصدر او الاكتتاب في اكثر من اسهم مصدره، ادي واحد. طب يا ترى المشكله دي يحصل فيها ايه حضرتك؟ اما رد الزياده واما حجزها، وهناخد تمرين واثنين على الكلام ده ان شاء الله. طب يجوز ان الواحد يتاخر عن سداد احد الاقساط. طيب بعد كده ممكن يحصل ان احنا هنبيع اسهم هذا المساهم المتاخر. طب ماذا عن مصاريف التأسيس؟ يعني ايه مصاريف تأسيس؟ وماذا عن مقابل مصاريف الإصدار؟ ثم علاوة الإصدار في حالة زيادة رأس المال. طبعا اللي متابعنا في حلقاتنا في فرقتنا مدرسة في الفترات السابقة قاعد دلوقتي هيبقى مستمتع بالحلقة، لأنه الكلام ده هو خده قبل كده مرة واثنين وثلاثة، والتمارين دي خد نفس التمارين بأرقامها زي ما هي وتمارين تاني. ولكن اللي لسه قاعد لأول مرة يحاول يركز معايا في الأساسيات عشان نقدر ان شاء الله، لان كلها مترتبه على بعضها. يعني الاساس اللي هقوله في اول تمرين هيفضل ماشي معاك لحد نهايه الحلقه او لحد نهايه ما نخلص جزئيه الاسهم. تعالى مع بعض كده نبدا حلقتنا في المحاسبه عن راس المال المملوك او الاسهم، ونتكلم بتمارين كل اللي قلت لحضرتك. اولا اصدار الاسهم، السداد دفعه واحده، ثم السداد على اقساط، الزياده عن الراس عن الاكتتابات اما ردها واما حجزها، التاخر عن سداد احد الاقساط، ثم بيع اسهم المساهم المتاخر، مصاريف التاسيس مقابل مصاريف الاصدار، واخيرا في الاسهم هنتكلم فيه علاوه الاصدار وهي في حاله زياده راس المال. تعالى معايا كده لما نيجي نتكلم في اول تمرين في حلقتنا النهارده، وبنقول تكونت شركه مساهمه براس مال قدره 1,000,000 جنيه مقسم الى اسهم، القيمه الاسميه لسه 100 جنيه وقد اكتتب المؤسسون في 70% من الأسهم المصدرة، وطرحت باقي الأسهم للاكتتاب العام للجمهور، وتم الاكتتاب وحصلت قيمة الأسهم دفعة واحدة المطلوب قيود اليومية. بسرعة كده بص البيانات تمرينك قبل ما نبص على الحل. أنا عندي رأس المال 1,000,000 جنيه مقسم إلى أسهم، القيمة الاسمية للسهم يعني السهم ب 100 جنيه يبقى 1,000,000 على 100 حضرتك كده معانا 10,000 سهم. اكتتب المؤسسون في 70% من الاسهم المصدره، والباقي اللي الكتاب العام للجمهور. تعال معايا كده حضرتك، ادي بيانات تمريننا الجيفن بتاعتنا اللي احنا قلناها، راس المال 1,000,000 جنيه، قيمه الاسهم 100، يبقى عدد الاسهم هنقسم 1,000,000 على 100 يساوي 10,000 سهم. ثم بعد كده هنبدا في قيود اليوميه اللي قدام حضرتك. دلوقتي قيود اليوميه بنقول، وزي ما اتعودنا قبل كده ان احنا بنقول بالنسبه للمدين والداين، اللي يزيد مدين اللي ينقص داين، ذلك في الاصول، وعندنا البنك يعتبر من الاصول، وبالتالي فبنقول حساب البنك مدين، حساب المؤسسين في الجانب الداين، يبقى ده كده الاكتتاب في 7,000 سهم، السهم ب 100 طبعا، المفروض بنكتب قيمه اسميه 100 جنيه مدفوعه مره واحده او دفعه واحده. فبالتالي بنقول اكتتاب في 7,000 سهم في 100 كده، المؤسسين دفعوا بالقيد الاولاني. عند الاصدار هنقول حساب المؤسسين في الجانب المدين وحساب راس مال الاسهم في الجانب الداين، يبقى كده ده اصدار 7,000 سهم في 100. نفس الكلام بالظبط هعمله على الجمهور، لان انا عرفت ان المؤسسين خدوا 70% من ال 10,000 سهم وهم 7,000، وبالتالي الجمهور هياخد ال 3,000 سهم الباقيه، وهنعمل نفس القيدين. القيد الثالث اللي قدام حضرتك بيقول حساب البنك مدين، حساب المكتتبين في الاسهم، المره دي شلت كلمه مؤسسين اللي هي في اول قيد في الجانب الداين، وحطيت كلمه المكتتبين في الاسهم عشان دول مؤسسين ودول جمهور. وبعد كده بنقول حساب المكتتبين في الاسهم في الجانب المدين بالمثل، حساب راس مال الاسهم زي ما عملت مع المؤسسين
مفيش اي مشكله خالص. تعال معايا كده قبل ما نبص على تمريننا التاني، نقول دلوقتي سريعا كده احنا اتكلمنا في التمرين الاولاني اللي احنا خدناه والحمد لله وفهمنا حله سريعا عن الاكتتاب وسداد قيمه السهم دفعه واحده. كده حضرتك خلاصه الموضوع، وعايزين نتكلم نقول التمرين، وبعد ما نحله نخرج من التمرين ده بايه. انا عندي قيدين للمؤسسين وقيدين للجمهور، وخلي بالك انا بتكلم في السداد دفعه واحده، بمعنى ان البنك مدين المؤسسين داين، يبقى المؤسسين دفعوا فلوسهم اللي هياخدوا بيها اسهم، لان المؤسسين دول برضو ليهم مجموعه من الاسهم اللي هم مشاركين بيها. عند الاصدار المؤسسين في الجانب المدين ثم راس المال في الجانب الدائن، يبقى كده دول القيدين بتوع المؤسسين. لما نيجي على الجمهور هنقول له حساب البنك مدين، حساب المكتتبين في الاسهم اللي هم نيابه عن الجمهور، او دي معنى الجمهور، ثم بعد ذلك عند الاصدار المكتتبين في الاسهم مدين وراس المال في الجانب الدائن. خلي بال حضرتك ده كده الاكتتاب دفعه واحده. من اول الجزء الجاي او من اول ما هنتكلم في التمرين الجاي وفي الموضوع الجاي، عايز اعزائنا الطلاب نركز جدا جدا جدا. ليه؟ لان قيود اليوميه او الجزئيه اللي هنتكلم فيها دي وهتفهمها كويس وهتعرفها كويس وهنعديها ونقول وهتحفظها كويس، هي ده الاساس اللي هتمشي عليه شركات المساهمه. او هتلاقي القيود اليوميه دي لو قعدنا نراجع في الاسهم دي 3 حلقات 4 حلقات 10 حلقات، مش هتلاقي كلام غير هم نفس القيود، مع اختلاف لما تيجي اي مشكله كده تتعرض لها هتلاقي قيد زياده او نقطه زياده. طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم ايه الجزئيه اللي جايه اللي عايز حضرتك تركز فيها، بقول لحضرتك ان احنا عندنا الاكتتاب وسداد قيمه السهم على اقساط. يعني دلوقتي احنا كان في 3 اطراف في التمرين اللي فات، كان مؤسسين ثم الجمهور او المكتتبين ثم بعد ذلك معانا البنك اللي هو الطرف الثالث اللي معانا. تعالى بقى دلوقتي نقول لما حضرتك تقرا الاعلان في الجورنال عن الشركه المساهمه الفلانيه، فبالتالي انت رايح عارف ان السهم ب 100 جنيه هيدفع مره واحده، اكتتبت ودفعت الاسهم بتاعتك، ده كان التمرين اللي فات. ولكن لو قلنا السهم هيسدد على اقساط، يعني السهم حضرتك ب 100 جنيه مثلا، فهتلاقي معروف كده طب الاقساط دي ايه انواعها، او مين الاقساط دي اسمائها ايه؟ هقول لك في قسط اكتتاب ثم قسط تخصيص ثم قسط اول ثم قسط اخير. يبقى انا معايا مجموعه من الاقساط. اكتتاب يعني حضرتك هتروح السهم ب 100، السهم مثلا ب 200، هنقول لجنابك حضرتك هتدفع عند الاكتتاب 100 جنيه من ال 200 دي، يبقى انت دفعت 50% من الايه؟ الاكتتاب. طيب بعد كده حضرتك هنقول هتمشي هنيجي نطلب منك قسط التخصيص، هتيجي تدفع كمان 50 جنيه. تروح وبعدين نطلب منك القسط الاول 30 جنيه، يعني ال 200 جنيه اللي هي قيمه السهم دي احنا هنخليها 150 30 20. السهم ب 100 جنيه هنقول لك 50 مثلا 25 15 5 10، يبقى ايه؟ بنجزأ او بنقطع قيمه السهم على مجموعه من الاقساط، واحد قسط اكتتاب ثم قسط تخصيص ثم قسط اول ثم قسط اخير. وبدايه كده كل قسط من هذه الاقساط ليه عندي قيدين، وده يعتبر اهم تمرين في عصب الاسهم، التمرين اللي احنا هناخده اللي جاي ده، اللي ازاي انت تعرف قيود اليوميه بتاعه كل قسط. فهقول لك انت دفعت قسط، يبقى بدل ما كنت بتقول حساب البنك مدين حساب المكتتبين في الاسهم في الجانب الدائن، لا هتقول البنك مدين قسط الاكتتاب الجزء اللي انت دفعته عن السهم بتاعك في الجانب الدائن. يبقى ده كده ايه اول حاجه اللي هو قيد الاكتتاب، شلت كلمه مكتتبين اللي كنا دافعين ثمنهم مره واحده وهنحط مكانهم كلمه قسط اكتتاب. نيجي نصدر، كنت بقول مكتتبين راس مال، هقول له قسط اكتتاب راس مال الاسهم، يبقى ده القيود بتاع قسط الاكتتاب. من اول قسط التخصيص لحد قسط اول واخير ايا كان الاقساط، فبقول لحضرتك كل قسط ليه قيدين. طلب يعني انا اقول لحضرتك تعالى يا مساهم ادفع، يبقى انا بطلب منك القسط ادي واحد. ثم تحصيل، بالنسبه لك سداد، بالنسبه لي تحصيل، والاسباب بيبقى عندنا. فلما تيجي تقول حتى الحاجات الصغيره كده تفرق معاك، لما نيجي نشرح القيد ده هنقول ايه؟ تحصيل قسط التخصيص. ليه؟ لان انا دلوقتي بثبت ان انا حصلت من حضرتك. اي قسط يطلب يبقى في الجانب المدين، يبقى حساب القسط مدين ومعاه حساب راس المال في الدائن. يبقى لما تيجي على قيود قسط التخصيص، الطلب قسط التخصيص مدين راس المال دائن، عند طلب قسط اول مدين راس المال دائن،
انت طلب قسط اخير، قسط اخير مدين راس المال دائم، يبقى طلب اي قسط من اول التخصيص واول واخير القسط مدين وراس المال دائم. عند سداد اي قسط قفلت القسط خلاص، يبقى البنك مدين والقسط دائم. يعني يبقى كده قسط التخصيص مدين راس المال دائم، ده طلبته. البنك مدين والقسط دائم هو ده سداد او تحصيل القسط، ويمشي الكلام ده نفس الكلام مع قسط اول وقسط اخير. تعالى نشوف الكلام ده بالارقام، وركز في ارقام التمرين، انا بضرب ايه في ايه وبعمل ايه والكود شكلها ازاي، عشان كل اللي جاي بعد كده في حلقتنا لحد ما نخلص حلقتنا بيترتب على التمرين اللي جاي اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله. تعالى كده معايا ونقول اصدرت احدى الشركات المساهمه 5000 سهم قيمه اسميه للسهم 50 جنيه، تسدد قيمه السهم على اقساط كالتالي. تمام، 30 جنيه قسط اكتتاب، 15 جنيه قسط تخصيص، 5 جنيه قسط اول واخير. يبقى انا دلوقتي خلاص انا جبت لك الحاجه النهائيه، بقول لك شركه اصدرت 5000، يبقى فهمت حضرتك ان كان في مؤسسين وكان في جمهور، وبعد كده المؤسسين اكتتبوا في جزء واحتاجوا مبلغ من بره، فبالتالي بقى معانا هنا في 5000 سهم احنا عايزينهم من الجمهور. اصدرت يعني خلاص البنك دلوقتي في 5000 سهم مستني مين اللي هيكتتب من الجمهور. قيمة اسمية للسهم 50 جنيه، ومتفقين ان السهم اكتتابه ب 30 جنيه والتخصيص بتاعه 15 جنيه وقسط اول واخير 5 جنيه. يبقى كده دي الاقساط. وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدرة وحصلت الاقساط في موعدها. المطلوب قيود اليومية. ادي حضرتك حل التمرين. حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائن، القيود اللي قدامك دي ثوابت زي اسمك. يبقى البنك مدين قسط الاكتتاب في الجانب الدائن، يبقى ده الاكتتاب في 5000 سهم، السهم ب 30 جنيه. كده ده حضرتك ادي القيود بتاعت ايه؟ قسط الاكتتاب. نيجي بعد كده نقول له قسط الاكتتاب في الجانب المدين، راس مال الاسهم في الجانب الدائن، كده انا اصدرت 5000 سهم في 30 جنيه. يبقى ده اكتتاب ثم اصدار. من اول قسط التخصيص، تعال قسط التخصيص كان بكام؟ ب 15، وقسط اول واخير مع بعض كان ب 5. يبقى لما نيجي نطلب قسط التخصيص هنقول له قسط التخصيص في الجانب المدين، حساب راس مال الاسهم في الجانب الدائن. يبقى كده حضرتك ده طلب قسط التخصيص عن 5000 سهم في كام؟ في 15، لان القسط موجود في التمرين ب 15. حساب البنك مدين، حساب قسط التخصيص في الجانب الدائن، كده ده تحصيل قسط تخصيص عن 5000 سهم في 15. بعد كده معانا قسط اول واخير، فهنقول قسط اول واخير في الجانب المدين وراس مال الاسهم في الجانب الدائن. طلب قسط اول واخير عن 5000 سهم في 5. واخيرا حساب البنك مدين، حساب قسط اول واخير في الجانب الدائن، يبقى تحصيل قسط اول واخير عن 5000 سهم في 5. كده حضرتك احنا خلصنا اول جزئية وهي اصدار الاسهم. واصدار الاسهم قلت عبارة عن حاجتين، اما السداد دفعة واحدة وخدنا تمرين، واما السداد على اقساط وخدنا تمرين. وتمرين السداد على اقساط عرفت ان هناك قيد لقسط الاكتتاب، وهو البنك مدين قسط الاكتتاب داين عند الاكتتاب، ثم قسط الاكتتاب في الجانب المدين ورأس مال الاسهم في الجانب الداين عند اصدار. وبعد كده طلب اي قسط سواء تخصيص او اول او اخير، بنقول القسط في الجانب المدين ورأس المال في الجانب الداين. عند تحصيل اي قسط هنقول لحضرتك حساب البنك مدين ثم حساب القسط في الجانب الداين. طيب يا ترى الشركات المساهمة بقى التمرين ممكن، طبعا التمرين هيجي لك شامل مجموعة من الافكار، احنا كده اتكلمنا في فكرتين. تعالى بقى معايا دلوقتي نقول اول حاجة هنتكلم فيها او المشاكل المترتبة على اصدار الاسهم او اللي موجودة في شركات المساهمة. واحد، الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدرة. يعني حضرتك دلوقتي هنكتتب في اكثر من الاسهم المصدرة. يعني التمرين اللي فات بيقول لجنابك اصدرت احدى الشركات، يعني انا بقول الشركة المساهمة دي بتقول وشايفة كده ان محتاجة 5000 سهم. لما تقول اصدرت 5000 سهم يبقى سايبة للبنك ال 5000 سهم دول، فبتقول له انا عايز ال 5000 سهم دول. الناس بتروح تكتتب، يعني ياخد البنك يلم الاكتتابات من الناس او يجمع الاكتتابات، وبعد فتره الاكتتابات ما تنتهي يبدا يشوف اللي اكتتبوا
في الاسهم قبل ما نخصص كام، او مين اللي اكتتب في هذه الاسهم عدد قد ايه. فيجوز لحضرتك ان احنا نقول الاكتتاب في اكثر من اسهم مصدره، يبقى انت اصدرت 5 اللي يروحوا يكتتبوا 6، يعني في 6 يروحوا يدفعوا فلوس الاكتتاب في البنك، يبقى كده ده حصل زياده قدرها 1000 سهم. طب الشركه مش هتشتغل او مش هتصدر، مع البنك ما عندوش غير 5، هو لم اكشولي فعلا 6، يبقى بالتالي لما اجي اشتغل هقول لك عندك حالتين. الحالتين دول بتقول 1، اما رد الزياده لاصحابها، يعني اجي اقول لاصحابها رد الزياده، يبقى ظهر لي موضوع جديد، ومش موضوع جديد ولا حاجه، ما تتخضش. يعني حضرتك دلوقتي لما نقول لك تمرينك هو هو، انت معاك دلوقتي الكل قسط قيدين بتاع التمرين اللي فات، ثبتهم زي ما انت، هيزيد عليهم ايه لما نيجي نرد الزياده؟ فانا بقول لجنابك هنعكس قيد الاكتتاب. يعني ايه هنعكس قيد الاكتتاب؟ يعني هقول لحضرتك انت بتقول عند الاكتتاب البنك مدين قسط الاكتتاب ده، لميت 6، لما اجي اصدر هشتغل لحضرتك على 5، لان انا ما عنديش غير 5، فالبنك هيطلع لهم ال 5000 اتفضلوا يا جماعه، يبقى قسط الاكتتاب مدين راس المال ده، كده انا طلعت ال 5 اللي عندي، بس انت لامن مننا حق 6، يبقى في معاك حق 1000 سهم جديد زياده مضروبين في قسط الاكتتاب. ال 1000 سهم دول مثلا قسط الاكتتاب سي مثلا ب 50 جنيه، يبقى حضرتك معاك 50000 جنيه زياده. ال 50000 جنيه الزياده دي حضرتك 1 هنردها. الرد اقول لجنابك اعكس القيد الاولاني بس، يبقى بدل ما بنقول البنك مدين القسط دائن، خلاص نعكس يبقى القسط مدين والبنك دائن بعدد 1000 سهم في قيمه القسط. نكمل بقى تمريننا بقيه القيود، تخصيص واول واخير عادي جدا جدا جدا، ولكن بناء على مش 6000 سهم بقى، على اساس 5000 سهم، لان انت كده اعتبرها حدوته. انا اصدرت 5، يعني انا سايب للبنك 5 اللي راحوا يكتتبوا 6، خلاص البنك ثبت الاكتتابات الفعليه على اساس ان هو خد 6، يبقى القيد الاولاني على اساس 6000 سهم. يبقى لو القسط ب 50 ده 6000 في 50 ده القسط. طب لما اجي اصدر خلاص انا معيش لكم غير 5، يبقى هعمل القيد الثاني اللي هو الاصدار على اساس 5000 سهم في 50، واخد القيد الاول اعكسه 1000 سهم في 50. لما تيجي تكمل بعد كده لوجيكلي كده، اما تطلب قسط التخصيص والاول والاخير هتطلب منه على اساس 5 ولا على اساس 6؟ المفروض على اساس 5000 سهم، لان الستة دي خلاص انا انساها، انا ثبتها فعليا في الاول ومعيش غير 5 اصدرتهم، ورديت لك ال1000، كده انت مالكش عندي غير 5000 سهم اقدر اطالبك باقساطهم. تعالى مع بعض كده نشوف الحاله الاولى عند الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره، يبقى عندي حاجتين، اما رد الزياده او حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه. اتكلمنا في رد الزياده، تعالى كده نشوف ايه اللي حصل في هذه الجزئيه او التمرين على الكلام اللي احنا قلناه. وبنقول اصدرت احدى الشركات المساهمه 3000 سهم قيمه اسميه 100 جنيه تسدد قيمه السهم على اقساط كالتالي: 50 جنيه قسط اكتتاب، 30 جنيه قسط تخصيص، 20 جنيه قسط اول واخير، وتم الاكتتاب في 4000 سهم وردت الزياده لاصحابها. يعني لازم حضرتك نقول اللي حصل ردت الزياده، يبقى هو هيقول لك في التمرين الزياده دي يا اما تترد يا اما تتحجز. طيب دلوقتي حضرتك الاسهم المطلوبه مني اللي انا اصدرتها 3 سهم ب 100، 50، 30، 20، تم الاكتتاب في كام؟ في 4000 سهم، يعني في كده عندنا في زياده قدرها 1000 سهم وردت الزياده لاصحابها. يبقى لما اجي اشتغل قيود اليوميه بتاعتي، ادي طبعا في الاول كده دي الجيفن او المعطيات بتاعتك، بعرفك ان احنا عندنا عدد الاسهم المصدره 3، ثم عدد الاسهم المكتتب فيها 4، يبقى اذا عندنا الزياده 4000 ناقص 3000 يبقى 1000 سهم. لما نيجي بعد كده نبص على القيود اليوميه، تركز شويه، بنقول لحضرتك حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائن. طب القيد شرحه ايه حضرتك؟ الاكتتاب في 4000 سهم في 50، يبقى كده ادي اول قيد على اساس 4. هتقول لي ده انا اصدرت 3، هقول لك مكتوب في التمرين تم الاكتتاب في 4000 سهم، يبقى كده حضرتك معانا 4000 سهم في 50، ده كده الايه الجزء الاول او الاكتتاب.
لما نيجي على قيد الاصدار هتلاقي قسط الاكتتاب في الجانب المدين وراس المال في الاسهم في الجانب الدائم. بص على شرح القيد، اصدار 3000 سهم في 50، البنك معهوش اي 3000، يبقى كده حضرتك معانا قسط الاكتتاب 150000، 150000 راس المال اسهم. القيد الاولاني عايزك تبص للقيد الاول اللي فوق ده والقيد الثالث مع بعض في وقت واحد. الاول بيقول البنك مدين والقسط في الجانب الداين، القيد الثالث عكس الايه القيد وقال قسط الاكتتاب في الجانب المدين ثم راس مال الاسهم في الجانب الداين. رد الزياده عن كام؟ عن 1000 سهم في 50. طيب بعد كده شغلك عادي جدا، اطلب قسط التخصيص. هقول قسط تخصيص مدين راس مال اسهم داين، ده طلب قسط التخصيص عن 3000 سهم، خلاص مفيش مشكله. وبعدين حساب البنك مدين وقسط التخصيص داين، مفيش اي مشاكل. بالتالي هنكمل بقيه تمريننا عادي جدا جدا، ولكن على اساس 3000 سهم. يعني احنا اصدرنا 3، تم الاكتتاب في 4، وكملنا شغلنا على هذا الاساس. طيب بفرض بقى حضرتك دلوقتي كده، دي الحاله الاولى لما قلنا زياده اما رد واما حجز. طب ردنا الزياده اللي خرجنا بيه من الموضوع، هنقول القيد الاولاني هنعكسه، يبقى البنك مدين والقسط داين، هنقول لا القسط مدين والبنك داين، ده رد الزياده واكمل شغلي بس على اساس العدد المصدر. طب حضرتك دلوقتي قبل ما نبدا في الحاله الثانيه وهي حجز الزياده، حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه، اقول لحضرتك طيب دلوقتي التمرين اللي فات احنا قلنا اصدرت الشركات احدى الشركات المسلمه 3000 سهم قيمه اسميه كذا، ومهم تم الاكتتاب في 4 وردت الزياده. حضرتك فهمت كده مره واحده ان التمرين فيه زياده منين؟ ان انا كنت اصدرت 3 وتم الاكتتاب في 4. طب هل يا ترى ممكن الزياده تيجي بصوره تاني؟ يعني ممكن التمرين يكون فيه زياده وما تجيليش بصوره مباشره ان التمرين دلوقتي تم الاكتتاب في 4. اي حد عنده الحد الادنى من الفهم هيقول اه ده كانوا اصدروا 3 اكتتبوا في 4 في 1000 زياده. لكن ممكن نقول كده سريعا، يجي في التمرين يقول لك وتم تغطيه الاكتتابات مره ونص مره وربع. يبقى لما بقول لك ايه الاكتتابات دي، انت بتقول 3000 سهم احنا غطيناها مره ونص، يبقى لما تاخد ال 3000 سهم هتضربها في 1.5 اللي هي مره ونص هتديك 4500. يبقى فهمت من كلمه تم تغطيه الاكتتابات مره ونص دي، مره وربع اضرب في 1.5، يبقى كده انا عرفت ان انا عندي زياده 4500 ناقص ال 3000 الاساسيه، يبقى في 1500 سهم زياده. ده في حاله ان احنا بنتكلم في تم تغطيه الاكتتابات مره ونص. طيب وتم الاكتتاب بنسبه 140%، يبقى اخد ال 3000 سهم اضربهم في 140 على 100 اللي هي 140%، هتطلع مع حضرتك 4200. عرفت ان في زياده قد كده. طب ايه بقى يعني حاجه تاني وبرده تكون يعني حاجه يعني عايزه طالب متميز؟ لما اقول لحضرتك التمرين اللي كان معانا مثلا قيمه السهم 100، 50 قسط اكتتاب و30 قسط تخصيص و20 اول واخير، وقلت لك الشركه اصدرت 3000 سهم، ومش هقول لك تم الاكتتاب في 3 او 4 او مره وربع او مره ونص او 130% او نسبه مئويه، لا ده انا هقول لحضرتك اهب. يعني دي جزئيه للطالب الكويس، ركز بقى ان الاكتتاب كان 50 جنيه قسط الاكتتاب وانا اصدرت 3، وعايز اعرف الزياده من اللفظ اللي انا هقوله لحضرتك او الجمله اللي هقولها لحضرتك ومعانا قسط الاكتتاب 50، عشان كل الطالب اللي يبقى ماسك الاله دلوقتي معايا، وهقول لحضرتك تم او حصيله الاكتتابات بلغت حصيله الاكتتابات 250000 جنيه. يعني انا ما قلتلكش اكتتبوا في كذا، ولا قلتلك مره وربع، ولا قلتلك نسبه مئويه 130 140 120، انا بقول لحضرتك بلغت حصيله الاكتتابات بعد ما قلتلك اصدرت 3 وبقول لك بلغت حصيله الاكتتابات 250000 جنيه. طب انا عايز اعرف يعني ايه حصيله الاكتتابات؟ يعني عايز يقول لك الناس دي البنك خد من المكتتبين 250000. طب بدماغك كده
هو خد 250,000 والقسط كام؟ 50. لو قسمت حضرتك ال 250,000 على 50 جنيه هتطلع مع حضرتك 5000 سهم. يبقى انا عرفت اذا اعطى حصيله الاكتتابات في التمرين اخد حصيله الاكتتابات اعملها ديفايدد باي القسط بتاع الاكتتاب اللي هو 50 جنيه، يبقى كده حضرتك معايا 5000 سهم. ابص الاقي كان اصدر 3، فهمت الزياده منطقيا زي ما انا فاهم، يبقى انا عندي 2000 سهم زياده. طيب كده احنا خلصنا رد الزياده بافكارها. طب الحاجه الثانيه ايه بقى؟ طب هو هيقول لك انا مش هرد الزياده، وعلى تمريننا اللي فات احنا كان معانا 3000 سهم واصدرناهم وتم الاكتتاب في 4، معانا 1000 سهم زياده والقسط كان ب 50 جنيه. يعني قسط 50 جنيه اكتتاب، 30 تخصيص، 20 اول واخير، دي بيانات تمريننا اللي فات. طب انا هنا البنك هيقول لك خلاص انا لميت الاكتتابات على اساس 4، خدت من حضرتك 200,000، اصدرت لك اسهم 3 ف 50 ب 150,000، حضرتك ليك عندي 50,000 جنيه اللي هم 8,000 سهم زياده. في التمرين اللي فات قلت رد الزياده، عكسنا الخيط ورجعت لك حقك وبعد كده كملت تمريني عادي. طب انا المره دي في الحاله الثانيه هقول لحضرتك لا انا هحجز هذه الزياده عندي وابقى خدها مني منك، يعني دي كده تحت حساب الاقساط التاليه لسداد الاقساط التاليه. بمعنى انا بعد شويه هقول لك انت في 3000 سهم عليهم قسط تخصيص 30 جنيه، يعني هطالبك ب 3000 في 30، انا ليه عندك 90,000 جنيه. فانا هعمل قيده الاكتتاب عادي على اساس 4، ثم قيد الاصدار على اساس 3، ومش هرد حاجه او مش هعكس القيد، هكمل اجي اطلب منك قسط التخصيص وهو قسط التخصيص مدين راس مال للاسهم في الجانب الداين ب 3000 في 30. كده انا بطالبك بقول لحضرتك انت عليك 90,000 جنيه قسط تخصيص، تعالى حضرتك ادفع. لما تيجي حضرتك احصل منك هذا القسط هلاقي حضرتك مش جايب معاه غير 40,000 جنيه، وهتقول لي اتفضل ادي القسط اهو 40,000. اقول لك ليه؟ تقول لي لان انا ليا عندك 50,000 حضرتك حاجزها عند الاكتتاب، لان خدت مني حق 4000 سهم واصدرت لي 3، ال 4 في 50 اصدرت 3 في 50، مش متبقي غير 1000 في 50، يعني ليا 50,000. يبقى انا ليا عندك 50,000. تعال نشوف الكلام ده محاسبيا او على نفس بيانات التمرين اللي بتكلم فيها بالظبط والتمرين اللي فات، القيود تبقى شكلها ايه؟ وقبل ما نبدا، قيد الاكتتاب عادي 4000 في 50 بنك المدين قسط داين، قيد الاصدار برضه عادي القسط مدين راس المال داين 3000 في 50، اجي اطلب قسط التخصيص عادي جدا جدا زي بدايه حلقتنا، القسط مدين راس المال داين مفيش اي مشكله. اجي بعد كده اقول لحضرتك طيب هات بقى قسط التخصيص، هيبقى عندك زي ما كنا بنتعلم ايام زمان كده مذكورين، او هنقول الجانب المدين فيه حسابين، هقول لك حساب البنك 40 وحساب قسط الاكتتاب اللي انا عندي منه 50,000 حاجزهم عندك، وبرضه حساب قسط التخصيص في الجانب الداين. تعالى سريعا نبص على يا ترى الكلام ده يتحل ازاي، وللتمرين اللي على نفس تمريننا لما اتكلم في حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه بقول لحضرتك بفرض في المثال السابق تم حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه المطلوب قيود اليوميه. ده السؤال برضه نفس المثال السابق اللي هو 3000 سهم مصدر، 4 مكتتب فيه، في 1000 زياده، السهم ب 100 جنيه، 50 اكتتاب، 30 تخصيص، 20 اول واخير. تعالى معايا نبص على حل التمرين ونشوف الجزئيه بتاعت حجز الزياده، وبقول لحضرتك حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الداين. طيب يبقى كده حضرتك ادي الاكتتاب في 4000 سهم في كام؟ في 50. طيب قسط الاكتتاب مدين راس مال الاسهم في الجانب الداين، اصدار 3000 سهم في كام؟ في 50. مفيش رد زياده، على طول هطلب قسط التخصيص، هقول له قسط التخصيص مدين راس مال الاسهم داين، القيد بيقول طلب قسط التخصيص عن 3000 سهم في 30، يعني 90,000 جنيه. بص على اخر قيد قدامك، هو ده الدرس او الجزئيه بتاعت الحجز. البنك قدامه 40,000 وقسط الاكتتاب، وخلي بالك البنك وقسط الاكتتاب دول حسابين، ده الجانب المدين على بعضه كده. فقسط الاكتتاب 50 جايه من اللي هي ال 1000 سهم الزياده في 50، ثم البنك بالباقي من قسط التخصيص، وهو ان احنا عندنا قسط التخصيص المطلوب ان انا بقول ده 90,000، هيبقى معايا 40,000 بنك، ثم قسط اكتتاب 50، وبالتالي كده قسط التخصيص، واكمل عادي جدا جدا مفيش اي مشكله خالص. طيب
تعالى سريعا كده، يعني احنا كده اتكلمنا في الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره، وحلينا تمرين على رد الزياده، وحلينا تمرين على حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه. بسرعه كده لو قلت لحضرتك ده تمرين تاني اللي قدامك دلوقتي، جاي الفرضين مع بعض، عايزك بس ايه تمر على الحل كده سريعا عشان يبقى احنا ايه على قد ما بنقدر نطبق على الكلام ده. ده تمرين جايب الحالتين، اللي هو اعتبر ان ده كده بارقام تانية، هي مثلا 3000 سهم برضو عادي مفيش مشكله، قيمه اسميه للسهم 60 جنيه تسدد على اقساط 30 20 10، تم الاكتتاب في اربعه، المطلوب الاثنين مع بعض على طول نفس الكلام بالظبط. لو هرد الزياده القيد الاولاني قدامك خلاص احنا حفظناه كويس على اساس اربعه، ثم بعد ذلك القيد اللي بعده اللي هو قسط الاكتتاب على اساس 3، وردنا الزياده فين؟ اللي هو عكس القيد الاولاني على اساس الالفسه، وكملنا شغلنا عادي جدا جدا، تخصيص اول واخير مفيش اي مشكله خالص. قدام سريعا كده عند فرض حجز الزياده مش عايزين منها غير جزئيه واحده، اللي هي فرض حجز الزياده سداد الاقساط التاليه، القيد الاولاني على اساس 4، الثاني على اساس 3، هتلاقيني طلبت قسط التخصيص مفيش مشكله. بص بقى القيد اللي جاي دوت اهو، هو ده الدرس اللي احنا عايزينه. حساب البنك مدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائن، بعد كده تلاقي قسط التخصيص في الجانب البنك مدين وقسط الاكتتاب مدين بالفرق اللي هو بالزياده زي ما احنا خدنا بالظبط. طيب كده حضرتك احنا اتكلمنا في الجزئيه الثانيه وهي الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره. ماشي. وبعدين قلنا اما رد الزياده واما حجز الزياده لسداد الاقساط التالي. طب احنا خلاص خدنا تمرين على رد الزياده وحجز الزياده جزئين منفصلين، وبعدين خدنا تمرين طلبنا فيه الفرضين مع بعض. ايه المشكله اللي بعد كده؟ هي التاخر عن سداد احد الاقساط. بس عايز يعني الفت نظرك كده او انوه لك لحاجه سريعه. حضرتك ممكن موقف تتعرض له مع زميل، مع استاذك، مع اي حد دارس لعلم المحاسبه، فمش عايزينك تتحط في موقف وحش. يعني ممكن واحد يسالك هو الجزئيه اللي هقولها دي هتاخد دقيقه كده جانبيه مش مطلوبه منك في تمرين او حاجه، ولكن طالما هنقول حاجه يبقى نكمل المعلومه كامله. ممكن واحد يجي كده يسالك او واحد صاحبك يبعت لك سؤال مع حد كده فيقول لك طب اذا تم الاكتتاب في اقل من الاسهم المصدره، او دي حاجه ممكن تبقى وارد عندك انت في تفكيرك او في دماغك كده، تقول طيب انتوا دلوقتي احنا بنعالج الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره، يبقى لو 3000 اكتتبوا في اربعه خلاص عرفت هرد ولا احجز واشتغل قيد يوميا. طب هو ممكن الاكتتاب يتم في اقل من الاسهم المصدره؟ طب لو تم الاكتتاب في اقل من الاسهم المصدره نعمل ايه؟ فانا اقول لحضرتك يعني التمرين اهو كده كده مش هيبقى فيه تمرين اصلا. يبقى انت لو انا اصدرت الشركه 3000 واللي راحوا يكتتبوا 2000، ايه الحل؟ فهقول لحضرتك عند الاكتتاب في اقل من الاسهم المصدره طبعا لا يجوز المضي في انشاء الشركه. ده الكلام ده بعد اجراءات مسلسله كده مش هطول عليك فيها، ولكن يعني اختصارا همد فتره الاكتتابات فتره معينه لمده 15 يوم. طب ما جاش الاكتتابات نمد كمان 15 يوم، طب ما جاتش اكتتابات يبقى ليك ليميت معين شهرين مثلا، بعد كده بنيجي نقول ما جاتش الاكتتابات دي كلها فكده خلاص هنقول لا يجوز المضي في انشاء الشركه، يعني مش هينفع ان احنا مش هنشتغل. لكن لو انا جات لي الاكتتابات في فتره في مد فتره اكتتابات خلاص، اذا تم الاكتتاب في اقل من اسهم مصدره بعد ما اعمل الاجراءات القانونيه المطلوبه مني ووفقا لقانون الشركات 159 لسنه 81، فبقول خلاص انا خلصت كل اجراءاتي وكده ما جاليش الاكتتاب اللي انا عايزه او العدد اللي انا عايزه، فكده مش هينفع ان احنا مش هنعمل الشركه. طيب نرجع بقى لموضوعنا، ولكن احنا في تسلسلنا المنطقي اللي احنا نتكلم فيه بقول لحضرتك عندنا زياده في الاكتتابات ردناها وحجزناها، ده بعد ما عرفنا يعني ايه اصدار سهم ودفعه واحده او على اقساط. اتكلمنا بعد كده في الرد والحجز. طب دلوقتي هيحصل تاخر عن سداد احد الاقساط، في طالب كده او طالبه قاعد هيزهق دلوقتي فيقول لك خلاص
يعني احنا لسه هناخد حاجه جديده واقول لك ايه ده. شويه حضرتك دلوقتي ده مش درس جديد ولا حاجه، التاخر عن سياده احد الاقساط الاساسيات اللي قلتها لك في اول تمرين دي حاجه فيكسد كونستانت ثابته ما فيهاش اي كلام. خلاص يبقى انت كده معاك الايه حاجات ثوابت الكود اليوميه. هنزود لك في التمرين وهقول لحضرتك بعد اذنك، افرض ان وانت بتحصل قسط التخصيص جالك مساهم اتاخر في عن سياده احد الاقساط، هنعمل ايه؟ هقول لك ولا هتعمل له قيود جديده، هي نفس قيودك، ولكن بدل ما كنت مثلا بتطلب القسط عن 3000 سهم، المساهم فلان الفلاني زي ما هتشوف دلوقتي اللي احنا اللي كنا بنتعامل معاهم بقى عمر نبيل ومختار يونس ونبيل حسن وحامد عثمان افندي كل الناس بتوعنا، هقول لحضرتك اتاخر في 500 سهم، يبقى بدل ما تيجي تحصل قسط التخصيص عن 3000 سهم حضرتك هتحصل 2500 بس، يعني الرقم بتاع القيد اللي هيختلف. طب لما يجي واحد يتاخر في قسط اول هقول لك هشيل الاسهم بتاعته، ولكن اوعى تنسى ان الاسهم اللي بتاخر فيها في قسط التخصيص بتنزل لك اوريدي في قسط اول. يعني زي ما شفنا امثلتنا قبل كده، ومثال مثلا كان عمر نبيل كان متاخر في 500 سهم في قسط التخصيص، وحسن عبد العظيم افندي كان متاخر في 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 300 سهم مثلا في قسط اول واخير. فلما اجي اعمل تاخيراتك عن قسط تخصيص اشتغل على ال 500 بتوع عمر نبيل. طب لما اجي اعمل تاخيراتك عن قسط اول واخير اقول لحضرتك اجمع ال 800 300 بتاعت حسن ثم ال 500 بتاعت عمر مع بعض اللي هم الاثنين بيتجمعوا فين؟ في القيد بتاع القسط الايه؟ الاول والاخير. يبقى التاخيرات اوريدي اللي اتاخر في قسط اخره في اللي بعده، وشوف هل في حد متاخر في اللي بعده ولا لا؟ طب ما تيجي مع بعض كده نشوف الكلام ده بارقام التمرين، ومش هتلاقي جزئيه جديده او حاجه جديده غير هي ازاي عامل موضوع التاخر ده وملوش قيود جديده، هي قيودك اللي انت حافظها، ولكن القصه كلها قصه ارقام، هي اللي انت بتتعامل مع الرقم. بدل ما كنت بقول 150000 مثلا 3050، لا ده انا هخصم جزء معين فالرقم هيختلف، لكن القيد اللي انت هتكتبه اللي انت فاهمه وحافظه كويس ثابت مفيش اي مشاكل ان شاء الله. تعالى معايا كده لما نيجي نتكلم على التاخر عن سداد احد الاقساط، ادي حضرتك التاخير عن سداد احد الاقساط. مثالنا بيقول اصدرت احدى الشركات المساهمه 3000 سهم قيمه اسميه 100 جنيه تسدد على اقساط كالتالي 50 30 20 مفيش مشاكل، اكتتاب تخصيص اول واخير، بعد كده وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره. طيب تم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره، اوكي. طيب وعند سداد قسط التخصيص تاخر المساهم بهاء حامد المكتتب في 400 سهم، يبقى بهاء حامد افندي عليه 400 سهم ما جاش في قسط التخصيص. وعند سداد قسط اول واخير تاخر مساهم مختار يونس المكتتب في 500 سهم، المطلوب قيود اليوميه. تعالى معايا كده واحنا ماشيين، ادي بيانات تمريننا، حساب البنك في الجانب المدين حساب قسط الاكتتاب في الجانب الداين، يبقى كده معايا هنا الاكتتاب في 3000 سهم في 50. عند التخصيص عادي قسط الاكتتاب نفس القيود بالنص بتاعت اول تمرين خدناه في بدايه حلقتنا، قسط الاكتتاب في الجانب المدين راس مال الاسهم في الجانب الداين، اصدار 3000 سهم في كام؟ في 50. بعد كده هنقول قسط التخصيص مدين راس المال داين، انا بطلب 3000 سهم في 30 مفيش مشاكل. وبعد كده هتلاقي القيد بتاع تحصيل قسط التخصيص، بقول حساب البنك مدين وحساب قسط التخصيص في الجانب الداين، هتلاقي هنا 2600 سهم بس في 30. جت منين ال 2600 سهم في 30؟ حضرتك كان في 3000 سهم اللي هم بتوع بهاء حامد افندي، 400 سهم بتوع بهاء حامد افندي، فهو كده متاخر عنهم، وبالتالي هنقول 2600 جت 3000 ناقص 400 في 30، يبقى انا القيد معمول في الطلب ب 90 عند التحصيل هيبقوا 78. طيب هنيجي بعد كده نقول قسط اول واخير نطلب ال 3000 في 20، تبص تلاقي قسط التخصيص الاول والاخير هحصل قسط اول واخير عن 2100 سهم في 20. ال 2100 سهم اللي انت بتقول عليهم دول، ال 2100 سهم جت منين؟ عباره عن في 900 سهم، في 900 سهم دول بتوع ال 400 بتوع بهاء حامد افندي وال 500 بتوع مختار يونس افندي، يبقى كده عندي بهاء حامد متاخر في 400 في التخصيص ومختار يونس متاخر في 500، وبالتالي انا اخرته
عن 900 على بعض في قسط اول واخير. طيب دلوقتي حضرتك تعالى معايا سريعا، دي فكره التمريض اللي فات عشان احنا ماشيين بتسلسل طبيعي. حضرتك دلوقتي لما نيجي نتكلم على التمرين اللي فات، كان فيه عادي اسهم مصدره واسهم مكتتب فيها، مفيش اي مشكله خالص. طب حضرتك دلوقتي بهاء حامد افندي اتاخر في 400 سهم عند قسط الايه؟ التخصيص. ثم مختار يونس اللي عرفنا في عيشتنا على طول معاه 500 سهم في قسط اول واخير. يبقى نقول في واحد متاخر في تخصيص و500 مختار يونس، يبقى كده معايا 400 و500، يبقى كده في 900 سهم في قسط اول واخير. يبقى اتاخر ده او التخصيص عند التحصيل تحط 400 بس، ثم ال 900 على بعض في قسط اول وايه؟ واخير. دي الفكره. طب ايه الخطوه اللي جايه؟ يا ترى دلوقتي حضرتك هنقدر نعمل ايه؟ هنبيع اسهم المساهم المتاخر. يبقى لو انا دلوقتي في واحد متاخر في عدد معين من الاسهم، وبالتالي انا مش هقدر ان انا خلاص هضطر ابيع له الاسهم بتاعته عشان اخد حقي منه. يبقى التسلسل الطبيعي، واحد اتاخر هنبيع اسهمه. البيع ليه عندك ثلاث قيود: واحد اثبات مصاريف البيع، لان انا لما اجي ابيع الاسهم هبيعها بسعر معين وانا ليه عندك مستحقات، فبالتالي هجيب ثمن البيع في كفه وهجيب اللي ليه عندك في كفه، وتظهر لي حالتين: اما ان يكون البيع بربح واما ان يكون البيع بخساره. يعني بعد ما ابيع الاسهم واجي اخد حقي، حضرتك يفضلك فلوس او ان ثمن البيع اكبر من الاقساط المتاخره عند حضرتك، والعكس ممكن يكون ثمن البيع اقل من الاقساط المتاخره المطلوبات اللي على حضرتك. طيب نبص كده على البيع، هنقول حساب مصاريف البيع مدين البنك داين. كده انا عملت ايه؟ اول قيد اللي هو اثبات مصاريف البيع. طب بعد مصاريف البيع بعمل ايه؟ بقول لحضرتك هنيجي نبيع، نقول حساب البنك مدين. ولما اقول بيع اسهم المساهم المتاخر، فانا اقصد بيها بيع الاسهم اللي هو متاخر فيها العدد. يعني لو على مثال بهاء حامد هبيع اسهم بهاء، يبقى قصدي 400. نختار يونس افندي ابيع له ال 500. يبقى كده حضرتك بتبيع الاسهم المتاخره العدد اللي هو اتاخر فيه. فبالتالي انا بعت مثلا سهم ب 20 جنيه، يبقى انا معايا مبلغ معين. تعالى بقى بهاء انا ليه عندك كذا وكذا وكذا، وبالتالي هيفضل لك في الاخر فلوس اديها لك بقيمة. تعالى يا مختار افندي هبيع، بعنا بخساره، وبعد كده اجي اخد المبالغ دي كلها منه، الاقي ان انا لسه ليه عنده فلوس اخدها منه برضه بقيمة. تعالى ناخد مثال تاني بارقام تاني بمساهمنا تاني، وبعد كده نشوف، لان طبعا لابد ان انت حضرتك هتعمل التأخر مع البيع لازم يجي في تمرين واحد. بمعنى هنقول مثلا اصدرت احدى الشركات المساهمه 4000 سهم، قيمه اسميه للسهم 100 جنيه تسدد على اقساط كالتالي: 50 جنيه قسط اكتتاب، 30 جنيه قسط تخصيص، 20 جنيه قسط اول واخير. طيب بعد كده وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره وحصلت الاقساط في مواعيدها، مفيش مشاكل، ما عدا المساهم احمد حنفي تاخر عن سداد 500 سهم قسط التخصيص، والمساهم حسن عبد العظيم تاخر عن سداد 300 سهم قسط اول وقامت الشركه. لحد كده ده تمريننا او الجزئيه بتاعتنا اللي فاتت، مفيش اي مشكله خالص. وهنيجي بعد كده نقول قامت الشركه ببيع اسهم المساهم، قامت الشركه ببيع اسهم المساهم احمد حنفي بسعر السهم 60 جنيه، وبلغت مصاريف البيع 300 وفوائد التأخير 200، وقامت الشركة ببيع أسهم مساهم حسن عبد العظيم بسعر السهم 15 جنيه، وبلغت مصاريف البيع 500 وفوائد التأخير 300 جنيه المطلوب قيود اليومية. طيب لما خلينا نمشي لحد، يعني زي ما هي قدامك كده التمرين، احنا معانا ال 100 جنيه 50 30 20، وبعد كده بقول لحضرتك حصلت الاقساط في موعدها، والمساهم احمد حنفي اتاخر عن سداد 500 سهم، يبقى هو كده اعرف بس العدد اللي احمد حنفي متاخر فيه اللي هو ال 500، ثم حسن عبد العظيم
متاخر في سداد 300 سهم في قسط اول واخير. يبقى كده اما نيجي نحصل قسط التخصيص هنشيل 500 من ال 4000، يبقى مش هنحصل غير 3500. ولما نيجي نحصل قسط اول واخير هنحصل 3200، 500 ده احمد حنفي و300 بتاعت حسن عبد العظيم. طيب تعالى بقى معايا كده نشوف قيود اليوميه، وبعدين خلي بالك الشركه باعت اسهم المساهم احمد حنفي بسعر السهم 60 جنيه ومصاريف البيع 300 وفوائد التاخير 200. الشركه باعت اسهم حسن عبد العظيم بسعر السهم 15 ومصاريف البيع 500 وفوائد التاخير 300. تعالى نبص كده على القيود اليوميه سريعا. بنقول لحضرتك ادي حساب البنك مدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الداين، ادي الاكتتاب فيه 4000 سهم في 50. عند الاصدار هنقول قسط الاكتتاب في الجانب المدين يبقى اصدار 4000 سهم في 50 مفيش مشاكل، وراس المال في الجانب الداين. هنطلب قسط التخصيص عادي، بص على الطلب 4000 في 30. القيد اللي جاي على طول اللي هو بنيجي نقول هنا حساب البنك المدين قسط التخصيص داين، وده القيد ده اسمه تحصيل 3500 مش سداد، عشان انا اللي بحصل. يبقى حساب البنك المدين حساب قسط التخصيص، يبقى انا حصلت 3500، شلت ال 500 اللي متاخر فيهم احمد حنفي. ولما نيجي عند قسط اول واخير في الاخر هنطلبه عادي 4000 سهم في 20، عند التحصيل بتاعه هتلاقيه 3200 في 20. كده حضرتك تعالى معايا بقى واحده واحده كده. ادي القيد الاول عند احمد حنفي، مصاريف البيع بتاعته كانت 300، فهقول له مصاريف البيع 300 ونشيل كلمة قسط ديت وحساب البنك في الجانب الداين، يبقى من مصاريف البيع للبنك، البنك على طول. بعد كده يا احمد يا حنفي هنبيع لك اسهمك اللي هم 500 سهم في 60، يبقى انا كده احمد حنفي اللي عندي 30000. اجي اقول له تعالى قسط التخصيص مدين، نقدر نكتب بين قوسين ال 500 سهم في قيمة القسط بتاع التخصيص 30، يبقى انا ليا عندك يا احمد 15000 في قسط التخصيص، وليا عندك 10000 في قسط اول واخير اللي هم 5000 سهم في قيمة القسط 20، وليا عندك مصاريف البيع اللي هي لسه ثابتها فوق 300، وليا عندك فوائد تأخير 200. لما تجمع حضرتك كل الحاجات دي كلها اللي هي 500 في 30 و500 في 20، يعني 15000 و10000 و300 و200، دي كلها 25500. هتلاقي باقي من ال 30000 اللي انت بايع بيهم في اسهم احمد حنفي باقي 4500، ده حساب المساهم المتاخر. بعد كده اقول له حساب المساهم المتاخر مدين وحساب البنك داين، يبقى المساهم دفع اللي عليه. نيجي بقى المختار يونس افندي اللي خسران على طول، هنقول حساب مصاريف البيع مدين وحساب البنك داين. كده خلاص ادي كده انا ايه عملت قيد المصاريف بتاع مختار. لما جيت ابيع لمختار بعت له 300 سهم في 15، بقى كده حضرتك ليه اللي هو ليه عند 4500. المساهم المتاخر اللي هو في الجانب المدين ده مستنتج الاول، تروح تشوف مختار عليه ايه. يا مختار انت عليك 6000 في قسط اول واخير، وعليك مصاريف البيع 500، وعليك فوائد التاخير 300، فبالتالي حضرتك كده هيبقى لينا عند حضرتك كام؟ لينا عندك 6800. ثمن البيع بتاعك 4500، يبقى المساهم المتاخر كده عليه 2300، هتاخدهم بالقيد الايه؟ اللي قدامك الاخير ده، حساب البنك مدين، حساب المساهم المتاخر في الجانب الايه؟ الداين. كده حضرتك عندنا مجموعه من، تعالى معايا كده نشوف يا ترى ايه اللي حصل في هذا التمرين سريعا عشان وقت حلقتنا. دلوقتي احنا مشينا عادي مفيش اي مشكله، حصل تاخر عن سداد احد الاقساط، مساهم احمد حنفي افندي متاخر في 500 سهم، ومختار يونس افندي متاخر في 400 سهم. القصه كلها انك بتيجي تقول انا هبيع اسهم احمد حنفي، انا بعت اسهم احمد حنفي بسعر البيع مثلا 600، 500 سهم بتوع احمد في 600، يبقى انت كده احمد ليه عندك 30000 جنيه. لما جيت اخد حقي من عند احمد فقلت له يا احمد كده انا ليه عندك قسط تخصيص 500 في 30، وليه عندك قسط اول واخير 500 في 20، يبقى كده 25000، وليه عندك 300 مصاريف بيع و200 فوائد تاخير، يبقى انا ليه عند احمد حنفي 25500. ال 25500 دول ثمن البيع بتاعه 30، يبقى كده احمد حنفي ثمن بيع اسهمه اعلى من اللي انا ليه عنده، يبقى كده مطلوب منه 25 ونص، انا بعت له ب 30، يبقى احمد اتفضل انت ليك 4500 وكل كلمه بقيد.
يبقى حساب المساهم المتاخر مدين حساب البنك ده انت دفعت لاحمد حقه اللي هو الاربعه ونص اللي فايدين لاحمد. لما نيجي بقى للافندي مختار يونس لما بعت له اسهمه بعت له العدد الاسهم بتاعه اللي كان متاخر فيهم مثلا 300 ايا كان في سعر السهم 30 جنيه طلع لمختار مثلا ليه عندي 4.5 ده ثمن البيع. جيت اطالب مختار لقيته عليه بس قسط اول واخير 6000 جنيه تاخير وعليه 300 وعليه مش عارف ايه، لقيت ان المبلغ المستحق على مختار يونس اعلى من ثمن البيع. يبقى مختار لسه عليك 2300 اللي هم الفرق زي ما شفنا في التمرين، واخدهم بالقيد عكس القيد بتاع احمد حنفي. بدل ما بقول حساب المساهم المتاخر احمد حنفي مدين البنك داين عشان انا اديت لاحمد فلوسه، هاخد من مختار يبقى البنك مدين والمساهم المتاخر مختار يونس افندي داين. طيب كده احنا اتكلمنا في التاخر والبيع مع بعض، يعني احنا خدنا الزياده، الزياده رد او حجز ده بعد التكوين واصدار الشركه، ثم اتكلمنا في تاخر احد الاقساط عن اقساط احد الاقساط، ثم اتكلمنا في بيع اسهم مساهم متاخر. عايز بس اقول لحضرتك فكره للحلقه اللي جايه، يعني احنا لسه طبعا عندنا مصاريف التاسيس ورسوم الاصدار وعلاوه الاصدار، احنا اتفقنا ان احنا عندنا مجموعه من الحلقات ان شاء الله هنراجع فيها شركات المساهمه او المحاسبه الماليه ان شاء الله، اسهم وسندات ومشروع توزيع وشركات قابضه وتابعه. فبالتالي حضرتك دلوقتي ايه راي جنابك لو التمرين كان فيه زياده؟ هتقول لي مفيش مشكله رد الزياده او حجزها. طب حد اتاخر عادي، اتاخر في كام؟ في 500. طب اخر شيل ال 500 في قسط التخصيص المتاخر فيه، اتاخر في قسط اول واخير جمع التاخيرات زي ما انت عادي، ايه المشكله؟ طب ايه راي حضرتك لو تمرين فيه زياده مع تاخر؟ فكره كده ليك يعني. يعني انا اقول لحضرتك كان في 3000 سهم مصدره تم الاكتفاء في 4 كده على جنب كده، احنا ايه عرفنا ان في 1000 سهم زياده وتم رد الزياده اتردت. نيجي بقى عند قصه التخصيص، تاخر المساهم احمد حنفي، تاخر مساهم مختار يونس ايا كان، يبقى لو انا جيت قلت لك في واحد اتاخر بس التمرين كان فيه زياده وتردد، يبقى لو احمد حنفي متاخر في التمرين ده عن 400 سهم ومختار يونس متاخر عن 500 سهم، فقول لي جنابك تاخر المساهم احمد حنفي عن 400 سهم وكان مكتتبا في 400 سهم، هتقول لي ايه المشكله يا دكتور؟ طب حضرتك تاخد ال 400 تشيلها من الـ من الـ من قصه التخصيص. اقول لك لا، طالما التمرين فيه زياده، طالما التمرين فيه زياده وتردد وحد اتاخر وكان مكتتب، فاقول له تعالى انت كنت مكتتب في 400، طب ما تردد زياده وممكن تكون انت يعني ال 400 دي مش 400، طب كام؟ اخد العدد اللي هو اتاخر فيه اضربه فيه زي ما علمونا اساتذتنا نسبه التخصيص. طب ما فيش نسبه تخصيص، وهي عدد الاسهم المصدره على عدد الاسهم المكتتب فيها. يعني كان معاك 3000 سهم اكتتبوا في 4، يعني اصدرنا 3 اكتتبوا في 4، يبقى تضرب اسهم احمد حنفي 400 سهم في 300 على 400، يبقى هم احمد حنفي اتاخر في 300 مش في 400. لما نيجي على مختار يونس افندي واقول لك اتاخر في 500 كان مخصصا له، هتقول لي 500 خدها اضربها في 3 على 4، هقول لك لا مش هنضرب ال 500 بتاعت مختار يونس. ليه؟ لان ده كان مكتتب اللي هو احمد حنفي، اما مختار يونس كان مخصص. طبعا الكلام ده لسه هنقوله ان شاء الله. انا شايف طالب كده بيقول لي مش فاهمين اي حاجه يا دكتور عماد، وخوفا بقى ان اي حد يشد الفيشه ولا يقفل التلفزيون، انا هقول لحضرتك كده اعزائي الطلبه والطالبات بتنتهي حلقتنا النهارده من برنامجنا في بيتنا مدرسه، دمتم في رعايه الله وامني، القاكم دائما على خير في الحلقات القادمه. كان معكم دكتور عماد صدقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.